طبعاً هني المكان كله شلالات وفي مغارة أشكال. طبعاً هذه المغارة بالصيف تكون باردة وبالشتاء تكون حارة. وهني في أكثر من شلال. هذا الشلال اللي بمغارة شال، طبعا المغارة كبيرة شوي، وهذا الشلال رئيسي للشلال، طبعا في ممرات ماء غير الشلال اللي ينزل هني، في ممرات ماء تمشي بالمغارة في يمين ويسار ماء. الحين بالمغارة، بس هذا المكان صعدنا فوق، الشلال اللي قبل شوي صورناه صار تحتنا. حاليا احنا بحيدر نبي. حيدر نبي منطقة جبلية، منطقة جدا عالية، بها احصنة، بها كافيهات، بها اكواخ. السكان الاصليين اللي بحيدر نبي هاي بالعادة تكون تكون كلها ضباب، ما تبين، بس اليوم على حظ الشباب مبين الجو، بس هي بالعادة يكون ضباب، يعني على قد مو عالية تكون كلش ضباب وما يبين المنظر. فعلى حظهم الأجواء حلوة اليوم كانت. هلا